أثبتت الدراسات مؤخراً تراجع خروج الأطفال للطبيعة واللعب في الخارج بنسبة 90% في 30 السنة الماضية، وهذا رقم مرة كبير. دحين الأطفال صاروا يفضلوا إنهم يقعدوا في البيت ويتفرجوا على الباد والتلفزيون. اليوم معانا رها، أخصائية علاجية للأطفال. اليوم حتقولي لنا قد إيش تأثر اللعب في الطبيعة وفي الخارج على الأطفال وتصرفاتهم النفسية. الجلوس في البيت بشكل دائم بيكون له آثار نفسية على الطفل، وكمان بيفقدوا مهارات متعددة، منها مهارات اجتماعية، مهارات إدراكية، بيحد من الحس الخيالي والإبداع للطفل، بيكون الطفل معرض أكثر لزيادة الوزن، لضعف الصحة الجسدية، فبيكون منعزل تماماً عن الاستكشاف والتعرض للطبيعة. طب رها، أبغى أسألك إيش فوائد خروج الأطفال للطبيعة واللعب في الخارج؟ فوائد اللعب من كل الجوانب هي بتحفز جميع الحواس بالنسبة للطفل، فله أثر إيجابي على نموه من الجانب الإدراكي، الجسدي، النفسي، العاطفي، الاجتماعي وحتى اللغوي. لما بيلعب برا أو بيتعرض للطبيعة بيكون أكثر سعادة وراحة، فبيكون أكثر يعني عرضة لعمل تجارب علمية مثلاً أو عملية، فبيلعب بالرمل، بيخلط موية وتراب، فبيجيله فضول، تساؤلات، فبتنمى عنده الحس الإبداعي والخيالي. ممكن تقولي لنا قد إيش الوقت الكافي اللي المفروض يتعرضوا فيه الأطفال للخروج للطبيعة واللعب في الخارج؟ في دراسات بتقول إنه على الأقل إنه 10 دقائق يومياً. لو كان هو جداً صعب بالنسبة للأهل، فإحنا ننصح دائماً 2 أو 3 مرات أسبوعياً إنه يطلعوا أطفالهم يلعبوا في الخارج، وعلى قد ما كان التعرض للبيئة على قد ما كان يعني الأثر الإيجابي بالنسبة لنمو الطفل أكبر. قولي لنا كمان رها، إيش في أشياء ممكن يعملوها ألعاب عشان نساعد الأهالي؟ إيش ممكن يعملوا برا لما يخرجوا؟ بالنسبة للبيئة أشياء مرة كثير ممكن الأطفال يكونوا يعني يقدروا يجربوها ويستكشفوها. اللعب في الأغصان، الحفر في التراب، الدحرجة حتى على العشب، التعلق على أغصان الأشجار، فهي هذه الأشياء بتخليهم يستكشفوا ويتفكروا فيها، هي كيف تكونت، لو أضفت شيء كيف حيتغير، فبيساعدهم كثير في مهارات مختلفة. آخر شيء هي أنا جداً أنصح إنه الأهل يسمحوا لأطفالهم إنهم يلعبوا برا ويغرسوا حب الطبيعة فيهم، لأنه كل ما الطفل أتعرض للطبيعة والاحتكاك بالخارج كبر على حب واهتمام الطبيعة وحماية البيئة، فحيكبر جداً محب للأشياء اللي حوالينه وجداً مهتم وشغوف إنه هو ينمي هذا الحب للآخرين.